بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة رقم 10 من الأسبوع العاشر لدرس التصميم المعماري للمرحلة الثالثة كورس الثاني بالتعاون مع الأستاذ الدكتور زياد كبة. الموضوع حول الهياكل الإنشائية، أحد متطلبات قسم هندسة عمارة كلية الهندسة جامعة المثنى. بسم الله. السلام عليكم، أرحب بكم بالمحاضرة اللي تخص اليوم بخصوص Elementary Structural Design، واللي بيها راح نتكلم عن شيء أساسي نعتمد بالStructural Design اللي هو Spans of Buildings، واللي من خلاله راح نتكلم على نوع الStructural Members أو العناصر الإنشائية اللي نستخدمها واللي نعتمدها بالهيكل الإنشائي للأبنية. محاضرة اليوم راح تكون مركزة على تصنيف الأبنية بموجب الفضاء، وراح نشوف انه كيف انه حجم الفضاء يحددنا بكثير من المحددات اللي من خلالها يجب ان نختار الهيكل الإنشائي الملائم. بالحقيقة اليوم راح يكون التركيز اكثر على الـ Reinforced Concrete Building او منشآت الخرسانة المسلحة كمرحلة اولية، بالاضافة الى انه بالبداية قبل أن ندخل بتفاصيل Reinforced Concrete راح نتكلم كمقدمة عن فلسفة المهندس ودور المهندس باختيار الهيكل الإنشائي. ومثل ما تعرفون بأنه هاي المرحلة تكون مرحلة متقدمة جدا قبل التنفيذ وقبل حتى التصميم، وتحتاج إلى تيم وورك بين المهندس المعماري والمهندس الإنشائي، لأن على ضوء العمل وعلى ضوء المتطلبات وعلى ضوء المشروع ونوع المشروع يتم تحديد الهيكل الإنشائي، ومن ثم قد يأخذ المشروع في بعض الأحيان يأخذ هويته العامة من خلال الهيكل الإنشائي بصورة لا تقل عن الهوية المعمارية. بالحقيقة بالبداية وقبل أن ندخل بتفاصيل كثيرة بخصوص Structural Design، أود أن أتطرق إلى مواضيع أساسية تخص موضوع Structure والStructural System، أنه إحنا ليش نهتم بالStructural System، أو بالبداية ما هو Structural System وإلمن نستخدمه، What Structure is used for. أول شيء إحنا نعرف بأنه أي منشئ سواء أي بناية يعني كانت تتكون من عدد من العناصر اللي يكون بها العناصر الإنشائية أو Structural Members، هي العناصر الأساسية واللي من خلالها يتم يكون وجود المنشئ. بدون وجود هاي العناصر الإنشائية لا يمكن أن يوجد هذا المنشئ. فبالتالي Structural System، طالما أنه نقول إحنا System، فهو بالتالي أهم شيء وأهم وظيفة إليه هو way to organize، هو بالحقيقة طريقة ترتيب هاي العناصر الإنشائية وترابطها فيما بينها بحيث تؤدي إلى خلق هذا المنشئ اللي نريده أو هاي البناية اللي نريدها. وأيضا الوظيفة الثانية للستركتشر أنه يعطي حجم المشروع، بحيث أنه نعرف حسب المشروع اللي موجود عندنا أو البناية اللي موجود عندنا إيش قد راح تشغل حيز بالفضاء، وإيش قد السكيل مال المنشأ بالنسبة للمساحة المخصصة، كم على سبيل المثال حجم القاعات، حجم الغرف، حجم الممرات وهكذا. أيضا الهيكل أو الستركتشر يعطي الباتن للفوليوم بصورة عامة، أو نمط اللي يشتغل بيه ستراكشر ضمن هذا الحجم الفضائي او هذا السبيس، كيف يكون الشكل، كيف يكون النمط، كيف يكون تقسيم الفضاءات مثل ما اتطرقنا. وبالتالي فانه عندنا ستراكشرال اليمنت قد يكون لها ليس فقط فيجوال دوميننت رول، بحيث انه بس نعتمد عليها بالشكل، لا، هي لها فيجوال وسبيشال، بحيث انه تكون تشغل حيز فضائي ولها شيء يتعلق بوجود المنشأ ونظرة المنشأ. يعني مثل ما تشوفون هسه هاي الصورة اللي امامكم، انه اللي هي تتكلم عن تيرمينال في مطار مدريد،
الهيكل الإنشائي ساهم بصورة كبيرة جدا بإعطاء هوية المنشئ، وبدون هذا الهيكل الإنشائي لا يمكن تعريف ولا يمكن ذكر هاي النقاط اللي ذكرناها ولا يمكن تطبيقها بدون هذا الهيكل الإنشائي. عليه من هذا الكلام، من هاي المقدمة البسيطة، أنه إحنا لازم نعرف أنه structural system هو مهم، ولكن النقاط الأساسية لل structural system أنه تتركز بنقطتين، اللي هي النقطة الأولى اللي نقول بها أنه the building design decisions are determined by decisions on structural system level. على ضوء القرار اللي نختار به structural system راح نقدر نقرر أو نتخذ القرار اللي نصمم به البناية. يعني أنا لما أجي أختار structural system المحدد على ضوءه راح أختار القرار اللي أشتغل به، بحيث أنه التصميم يبدي ياخذ البروجرس مالته لتنفيذ هاي البناية. وأيضا structural element may play a visually and spatially مثل ما ذكرنا dominant role in defining the identity of the building. بالتالي أنه مثل ما تشوفون هنا أمامكم أنه في هذا التيرمينال كيف أنه قلنا أنه structural system أعطاه هو الهوية للمنشئ، وهو كان سبب بتعريف هذا المنشئ. إذن إحنا نتكلم عن علاقة ما بين الفوليوم سبيس والستركتشر. حتى نفتهم هاي العلاقة كيف تكون، راح ناخذ مثال كلش بسيط، اللي هو راح ناخذ فد ريكتانجولر سبيس، هذا فضاء فد شيء مستطيل، وراح تشوف تأثير هذا الستركتشرال سيستم اللي احنا نشتغل عليه او اللي نريد ندرسه او نريد نختاره على السبيس اللي خاص بهذا المثال. مثلا هنا على سبيل المثال انه استخدمنا هذا النمط من الفريم اللي امامكم، اللي هو يتكون من عدة يعني اطارات، بوابي او فريمز متتالية. هنا تلاحظون بانه هنا استخدمنا ريجيد فريمز. الملاحظة الاولى انه هاي الاطارات تكون ريجيد، وايضا لانه حسب نوع الستركتشرال سيستم اختارنا كلوز سبيس بحيث المسافات تكون قريبة، وبالتالي انطاني سنس اوف انكلوجر، بحيث انطاني انه اكو احساس بانه هذا المنشئ الان هو عبارة عن شيء مغلق غير مفتوح، يعني الفضاء يكون تقريبا مجهول بالكامل فيجوالي. عندما ردنا شوية نصير نخلي الفضاء يصير open، بعدنا بين الفريمز، إذا تلاحظون المسافات بين هذا الفريم وهذا الفريم صارت أكبر، انطانا شعور بأنه space more open هنا. ولكن بهاي الحالة اتطلب من عندي أنه لازم أستخدم secondary beam system حتى أربط المسافة بين هذا الفريم مثلا وهذا الفريم، لأن إحنا بالحقيقة إحنا ما نقدر أنه مثلا مثل هذا المثال اللي أمامنا اللي هو عبارة عن rectangular space، إحنا ما نقدر نرتب الفريمز واحد ملاصق للآخر بحيث أنه تصير كلها عبارة عن فريم صف فريم حتى نحصل level أو floor أو يعني قصدي سقف بحيث للطابق الثاني. لذلك إحنا شو نسوي دائما إنه نفكر بنظام الفلورينج سيستم اللي هو التسقيف. فهنا بعدنا بين الفريمز، وبالتالي اتطلب من عندنا إنه نستخدم سيكندري بيمز. هنا بعدنا أكثر، وبالتالي اتطلب من عندنا إضافة إلى السيكندري بيمز، اتطلب من عندنا انه نحول الفريم الى تراس، فبالتالي increasing the space of primary trusses even further. وهنا begins to suggest subdivision of the enclosed spaces. هنا بدا عندنا يطلع عندي النوبه subdivision. يعني اذا تلاحظون هنا بالحاله الاولى استخدمنا فقط السكندري بيم اللي سميناها هنا السكندري بيم، هنا لا بدينا نستخدم بالإضافة إلى السكندري بيم
استخدمنا سب ديفيجنز اللي هي ممكن انه تربط الفريمز فيما بيناتها، وممكن انه تكون كبيم للسكندري بيم او اندر سكندري بيم. طبعا لازلنا ضمن نفس الموضوع عن الفكرة انه اريد اناقش كيف المهندس الانشائي ما هي الخيارات اللي عنده لنفس الفضاء، وكيف انه هاي الخيارات راح تأثر على قرار المهندس الانشائي مع المعماري باستخدام الفضاء، باستخدام الحيز واشغاله، وبالتالي انه يكون التصميم المعماري والانشائي بآن واحد بحيث يصل الى الهدف المطلوب للمشروع ويعطي للمشروع الهوية المطلوبة. هنا عندنا directional structure اللي نسميه، اللي هو بالحقيقة نهتم بالدايركشن المطلوب أو الاتجاه المطلوب للمنشأ. وهذا المنشأ، العفو، هذا النوع من المنشآت أو هذا النوع من الأبنية نهتم به عندما نهتم بموضوعة الإضاءة وموضوع التهوية وأيضا أو الفنتليشن بصورة عامة، سواء كانت تبريد أو تدفئة، وبالإضافة مثل ما ذكرت موضوع الإضاءة. هنا بهاي الحالة إذا تلاحظون أنه إحنا كأنما فصلنا الفريم السابق، فصلنا إلى جزئين. هذا الجزء اللي على اليمين اللي هو يعني تقريبا أنجل شيب أو شكل زاوية، وهنا فصلنا وضعنا العمود بالطرف الأيسر. هنا أنا شو ولد عندي؟ ولد عندي creating a pin column on the left. هذا العمود صار pin يعني بما معناه أنه نهاياته simple support. خلينا نقول يعني كمثال إنشائي بلغة الإنشائيين pin نسميه، بحيث أنه يكون الطول كامل شغال بمقاومة البكلينج أو بمقاومة الفشل. هنا بالمقابل وبسبب انه صار عندي كانت ليفر نوعا ما طويل، فولد عندي ريجيد كورنر اون ذا رايت. هاي الكورنر صارت ريجيد. يعني اذا تلاحظون هنا بدت فلسفه التصميم الانشائي تختلف عن الامثله السابقه. بدا يكون عندي هنا ريجيد كونكشن، بحيث انه لازم هذا التصميم الكونكشن يصير له متطلبات خاصه انشائيه قد تكون هسه بعيدا عني كمعماري، ولكن يجب ان اتهيئ لانه هذا الممبر او هذا الكونكشن الجوينت يكون مصمم بطريقه خاصه بحيث يكون ريجيد. بهاي الحاله اللي هي هسه احنا هنا ايضا استخدمنا بها السكندري بيم للتسقيف، شو ولد عندي؟ انطاني ترانسبرنسي اون ذا ليفت سايد، بالمقابل انه انطاني شفافيه اكثر. اذا تلاحظون هسه بهذا الجانب اكثر من هذا الجانب، انطاني وضوح او رؤيه، وهاي ممكن انه تستخدم بكثير من الابنيه وخصوصا المالتي ستوري او التول بيلدينج ستراكشرز. زين، فاحنا بالحقيقه اذا اريد نتكلم عن السبان، اذا اريد شوي ادخل ديبلي بعد هاي المقدمه، الهوريزونتال سبان او المسافه الافقيه اللي تصير عندي، طبعا اكو عندنا فيرتيكال سبان ولكن يعني مو موضوعنا الان، اللي اريد نتكلم عن الهوريزونتال سبان. سبان لينث از كروشال فاكتور ان سيلكتينج ستراكشرال ريسبونس. ليش؟ لانه مثل ما عندكم فكره اوليه بسيطه او جدا بسيطه، انه دائما نفكر احنا بالفضاء او البي او السبان وش قد طوله، وعلى ضوء هذا الشيء نختار الستراكشرال سيستم. لانه هذا الكلام نابع من انه بعض الانظمه الانشائيه تكون ملائمه لحد معين من الستراكشرال سيستم، وهي هاي النقطه اللي احنا نريد نوصل لها اليوم، انه كيف نحدد النظام الانشائي المناسب لفضاء معين. بناء على الستراكشرال سيستم او بناء على الافيلبل، خلينا نقول فيلوسوفي فور ستراكشرال سيستم، الفضاءات بصوره عامه تتقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاول يشمل اللو سبان سيستم والانترميديت سبان سيستم، والقسم الثاني يشمل
اللونج سبان سيستمز. قد تجدون في بعض المصادر انه التقسيم هو عباره عن لو سبان سيستم ولونج سبان سيستم، شورت سبان سيستم ولونج سبان سيستم، واتفر. احنا بصوره عامه نتكلم عن فضاء قصير وفضاء طويل. خلينا نقول هنا انه الميزات الاساسيه لللو سبان سيستم او الانترميديت سبان سيستم: Designer are faced with an increased range of structurally available options that are made from a wide range of materials. طبعا قد يتبادر للذهن بانه بما انه اني اشتغل بلو سبان سيستم او شورت سبان سيستم فاني ان سيف سايد. لا، هو بالحقيقه مو بهالسهوله هاي الموضوع. بالشورت سبان سيستم او باللو سبان سيستم تكون الخيارات اكثر، وبالتالي الاختيار يصير محدد اكثر بعوامل كثيره، منها سرعه الانتاج، منها اهميه المنشئ، منها المنظر الفيجوال، يعني الفيجوال خلي اقول لوكينج، منها الاقتصاديه الايكونوميك وهكذا. ولكن بصوره عامه احنا نتكلم عن فضاءات، من عندما نتكلم عن فضاء 5 الى 6 متر فتقريبا كل انواع الانظمه الانشائيه هي هنا شغاله، معظمها تشتغل طالما احنا ضمن هذا الرينج من الفضاءات. يعني على سبيل المثال ان رينفورس كونكريت فور ا سبان اوف 6 متر اند فور ريليتيفلي لايت يونيفورملي ديستريبيوتد لود ذا فلات بليت از اوفن ذا بريفيربل تو واي كونكريت سيستم. طبعا خلي يكون ببالكم انه لما نتكلم غالبا عندما نتكلم عن لو سبان سيستم المفاضله تكون ما بين السبان لينث او طول الفضاء وايضا الحمل اللود اللي معرض على الفضاء، لانه غالبا باللونج سبان سيستم غالبا يكون الحمل يعني تأثيره أو أهميته بالحسابات ليست بذات الأهمية بالنسبة للشورت سبان سيستم، وإن كان الكلام ليس دقيقا بهذا النص، ولكن بصورة عامة أتكلم أنه دائما إحنا لما عندي هيفي لود فالستراكتشر أنا أريد أسوي ستورير أو مخزن لمواد ثقيلة، أنا مستحيل أفكر باللونج سبان سيستم، أو يعني صعب أفكر باللونج سبان سيستم، فدائما يكون تفكير ضمن الشورت سبان او الانترميديت سبان سيستم. فبالتالي واحده من اسهل الحلول الموجوده عندنا للشورت سبان سيستم اللي هو الفلات بليت الظاهر بالصوره امامكم. وطبعا هسه راح ناخذ تفاصيل كامله، ولكن للمثال انه هذا السيستم هو من اسهل الانظمه الانشائيه واكثرها توفرا واستخداما. ايضا السيستم الاخر اللي مستخدم عندنا اللي هو نسميه بيم سلاب سيستم، هذا ايضا متوفر وممكن استخدامه، but their higher span and long load capacities are not needed for short spans. هنا لما نروح للبيم سلاب سيستم انه يتطلب عندي، هل انه انت يحتاج تروح للبيم سلاب سيستم؟ لانه البيم سلاب سيستم يجب ان يعني تكون عندك higher capacity او higher load capacity، وهنا يتدخل النوب اهميه الكلفه واهميه سرعه الانتاج مثل ما هسه راح نتكلم عن بقيه الانظمه الانشائيه. اذا تكلمنا عن اللونج سبان سيستم طبعا، وايضا في بعض الاحيان يعني بعض المصادر تدخل الانترميديت سبان سيستم مع اللونج سبان سيستم، وان كان الكلام مو دقيق، ولكن انا خليته باعتبار انه الانترميديت سبان سيستم هو عباره عن شيء متنقل حسب النظام الانشائي وحسب فلسفه المهندس كيف يتعامل معه، ولا يعني لا غير انه احنا نخليه ثانوي بالحالتين. فهنا بالنسبه لللونج سبان سيستم تدخل عندنا النوبه يعني أنظمة إنشائية أخرى، من يصير عندي الفضاء أكثر تدخل عندي الوفل سلاب سيستم، ويدخل عندي أيضا البيم سلاب سيستم اللي هو ممكن يشتغل. ولكن هنا أكو نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه
their higher span and low capacity are not needed for short spans. هنا لما نتكلم عن هاي الوفر سلاب سيستم والبيم سلاب سيستم انه انت لاني تقدر تستخدمهن لللونج سبان سيستم ولكن يعني للعفو للشورت سبان سيستم ولكن انه ايضا نفس النقطه انه انت تقدر يعني تحتاج تستخدمهن او لا. زين ف اذا بقينا ضمن اللو سبان سيستم مثل ما تطرقنا للمثال الاول او السيستم الاول عندنا ايضا الوفل سلاب سيستم او عندنا البيم سلاب سيستم مثل ما ذكرنا ولكن قلنا النقطه الاولى اللي تهمني انه هل يا ترى انه يحتاج استخدم هاي الانظمه اذا كان عندي الحمل قليل او لا. والملاحظه الثانيه ايضا اللي هي يعني from structural viewpoint من نظر من وجهه نظر الانشائيه هل يا ترى انه يتطلب انه انت تروح للوفل سلاب سيستم او للبيم سلاب سيستم بالوقت اللي انت تقدر تشتغل فلات بليت؟ طبعا هاي الانظمه المقصود بيها انه من اقول يتطلب تروح لهاي الانظمه مو بس انه هاي الانظمه تتحمل احمال عاليه لا ولكن انت تحتاج انه يعني تصرف قالب الفورم ورك هنا يشكل جزء كبير جدا من المساله القالب لانه اذا كنا احنا خصوصا نتكلم عن الريفورست كونكريت لان في بعض الاحيان كلفه القالب لا حد يستهين بها نهائيا لان كلفه القالب تصل في بعض الاحيان 50 الى 60% من كلفه الكونكريت وبالتالي انت اذا تحمل المشروع 50% 60% من كلفة الكونكريت كلفة إضافية لشيء أنت ما محتاجه يا ترى ضروري أنه أنت إذا عندك الفضاء مالتك 5 أو 6 متر تروح للوفل سلاب سيستم وتستخدم قالب وتقص وتأخر وقت العمل لأنه أنت تصور إلى مثلا إذا رجعنا هسه لهذا السيستم تصور بأنه أنت من تريد تصب السقف مجرد أنه تنشر يعني يتم فرش القالب وصب السقف وهنا لا اريد استخدم الوفل سلاب سيستم اذا ذهبت بهذا الاتجاه ايش قد راح استغرق قالب او البيم سلاب سيستم فبالتالي هاي النقاط اللي هي من وجهه نظر انشائيه تحدد طبيعه المنشئ زين بالتالي انه إذا من خلال هاي المقدمة عن اللو سبان سيستم لاحظنا بأنه عندما نزيد الفضاء أو الحمل فلات بليت راح يصير يعني يفقد خلينا نقول تأثيره وبقية الأنظمة تبدي يعني أنا لما يكون عندي ضمن اللو سبان سيستم أو شورت سبان سيستم ولكن بدل الفضاء يزيد عندي عن الستة خلي أقول وصلت للسبعة أو ثمانية متر فبهاي الحالة الفلات بليت راح يصير شوي غير منافس وممكن أنه أذهب باتجاه الوفل وأيضا in low span range the deeper shaped structure capable of long spans are still structurally possible but the cost again the cost associated with the construction complexity of shaped structures do not offset possible material saving أنه أني أقدر أبقى أشتغل بنفس الـ لما الفضاء يزداد عندي أقدر أبقى أشتغل بنفس التفكير للشورت سبان سيستم ولكن بهاي الحالة راح أحتاج إلى deeper shaped structures يعني عمق أكثر وهذا طبعا عمق أكثر راح يقلل من الفضاء يقلل من الارتفاع صافي الارتفاع اللي أستخدمه بالمنشئ وأيضا كلفة أعمال يعني قالب وكلفة مواد وهكذا إذن من يبدي الفضاء يزداد لما يزداد عندي الفضاء أبدي النوب أفكر بطريقة اللونج سبان سيستم أو بالأوبشنز المتاحة لللونج سبان سيستم يعني قصدي أنه النقطة المهمة هنا أنه أنت لا تنقل تفكيرك مال اللو سبان سيستم وتريد تسوي لونج سبان سيستم على نفس التفكير لا هنا انت انتقل بالتفكير من مرحله اللو سبان سيستم او شورت سبان
الى اللونج سبان. الفلسفه تختلف تصير، وهسه راح تلاحظون شو. فاذا باللونج سبان سيستم از سبان انكريز fewer systems are available to resist the large external moment of long spans. احنا بالاساس الفاكتور الرئيسي اللي اثر على اختيار structural system هو structural behavior. ان يجب ان اعرف هذا structural member كيف يكون سلوك الانشائي له. وطبعا مثل ما تعرفون طالما انه انا اتكلم عن span يعني بما معناه فضاء ما بين حدين من نهاية ومن نهاية، طالما أتكلم عن سبان فدائما يروح بالي وين؟ دائما يروح بالي للبيندينج، وبالتالي أفكر بالبيندينج مومنت. فلما يزيد الفضاء أكيد راح يزيد البيندينج مومنت، ومن يزيد البيندينج مومنت هنا أنه أحتاج إلى أفكر بطريقة أخرى. فلذلك لما النقطة اللي ذكرتها في بداية المحاضرة قلت بأنه اللونج سبان سيستم بالرغم من أنه الموضوع يبدو معقد، ولكن لحسن الحظ أنه الخيارات الموجودة هي خيارات محددة. فبالتالي as a result it's often easier to choose a long spanning system compared to selecting short spanning elements where almost all systems can be made to work. فبما معناه انه يعني باللونج سبان سيستمز الخيارات عندي محدده، لانه بالشورت سبان سيستم تقريبا كل الستراكشرال سيستمز هي شغاله. فبالتالي characteristics of appropriate long span system is that their structural depth are large in comparison with their spans. انه النقطه الاساسيه اللي تميز اللونج سبان سيستم هو الديبث، ستراكشرال ديبث، العمق له. هذا راح يكون لارج بالمقارنه مع بقيه الابعاد، يعني مقارنه مع الطول ومقارنه مع العرض. فبالتالي دائما يعني يصير عندنا اوبشن انه نروح باتجاه الشيبد سيستمز مثل arts, cables, or shaped trusses. هنا راح تكون efficient for long spans. ولذلك لما نتكلم ب shaped systems يجب أن يكون أيضا هنا يدخل بحسابنا الماتيريال اللي راح تستخدم للسيستم. وأيضا عندنا cables, nets, or rigid shells. الshells اللي تستخدم أيضا similar capabilities for long spans. فبالتالي يعني معظم structural أو long span system تكون محصورة ما بين هذني الخيارين اللي مذكورة بهاي النقطة. النقطة الأخيرة إنه flat systems such as constant depth trusses, space frames and other structural also have been successfully used, but they don't have normally match the efficiency of the shaped arc cables or truss elements. إنه الفرق انه احنا ليش نقول هنا shaped systems وهنا نقول flat system. من نقول shaped systems هو system او structural system اللي يعتمد وظيفته الانشائية على شكله، يعني على مثلا من اقول arc قوس، او من اقول shaped truss هو truss ولكن على شكل انشائي مو فد شيء flat. بهاي الحالة انا استفاد من الشكل، مثلا مثل ما تعرفون انه انا استفاد من الارك شلون يشتغل انشائيا، استفاد من طبيعه الشكل او الجيومتري اوف ممبر، استفاد من عدها بالستراكشرال بيهيفير. في حين انه لما نتكلم عن الفلات سيستم اللي هي مثل قلنا مثل الكونستانت ديبث تراس او السبيس فريم اللي يكون هنا الديف ثابت على طول المنشئ، ممكن انه تشتغل ولكن بكفاءه اكيد كفاءه الحاله او الشيب سيستمز تكون اكثر. هنا نتكلم عن يعني هو ثمب رول، هو هذا مو فد شيء خلي اقول نهائي، ولكن يعني بس مجرد جايد لاينز ينطيني انه الهوريزونتال سبان سيستم
وينطيني الطريقة أو النوع الإنشائي اللي أقدر أفكر به اعتمادا على الـ two-way system والـ one-way system، سواء كان two-way أو one-way. وطبعا لكل كل system منهن سواء كان one-way أو two-way أيضا مختلف العناصر الإنشائية، ويشتغل بالنسبة للستيل والكونكريت وتمبا أيضا في بعض الأحيان أو المنشآت الخشبية. وتعرفون أنه دائما مو تمبا مو دائما يشتغل عندنا وكل الأماكن. طبعا هذا الرينج هذا السكيل يبدي عندي هنا بالفيت ومن الأسفل بالميتر، وهاي المنطقة المظللة تحدد لي أنه المينيموم إيش قد. مثلا على سبيل المثال إذا جيت يعني للبيم وأريد أتكلم عن الرينفورس كونكريت بيم أو السلاب، ينطيني هذا الرينج مالته، يبدي من هاي الليمت إلى هذا الليمت، مقترح فقط وليس لا مقياس ولا تحديد. زين، إذن إحنا قبل أن ندخل بالأنظمة الإنشائية الملائمة للفضاء، وحتى نعرف أنه إحنا دائما نقول أنه هذا لو سبان سيستم وهذا انترميديت سبان سيستم وشور لونج سبان سيستم، على ضوء شنو وشون شنو المعيار اللي عندنا بالحقيقة. مثل ما قلت قبل شوية أنه إحنا نتكلم، ما دام نتكلم عن سبان مثل ما هنا هسه المثال اللي أمامكم هنا، أنه عندي هذا بيم يعني بي تو سبورتس، خل يعني في مثال كلش بسيط اخذته بحيث انه عندي هنا سبورت وهنا سبورت ومعرض الى يونفورم ديستريبيوتد لود مقداره دبليو. طبعا المحصله ما راح تطلع اكيد هو طوله ال، فالمحصله راح تطلع دبليو في ال. فهذا البيم هسه العامل الاساسي الان اللي عندي حتى يزي اللي افكر به بهاي النقطه، لانه هذا البيم شلون يشتغل بوظيفته الانشائيه بنقل الاحمال، اكيد نتيجه للاحمال راح يصير بي بيندينج بهاي الصوره. او اقدر اسوي بوينتر اسوي بند يصير بي بيندينج بهاي الصوره هالشكل كانه، واللي هو يعني دائما ناخذه انه عكس شكل البيندينج مومنت. يعني هذا البيندينج مومنت الشكل، فديفلكشن او البيندينج اللي يصير وهالشكل. زين، فبالتالي هذا البيندينج اللي راح يصير اكيد من يزداد طول الفضاء راح يزداد البيندينج. يعني انت هسه من تاخذ على سبيل المثال فد شيء كلش بسيط الاستيك، فد قطعه سفنج، فد قطعه اي شيء، واخذها بطول على سبيل المثال فد 30 سنتيمتر وثبتها من الاطراف وعرضها الى حمل، اضغط عليها بايدك بشيء بسيط راح يصير بها بيندينج. واخذ فتشي اكثر، اخذ 60 سنتيم وثبتها ايضا وعرضها الى نفس الحمل راح يصير بها بيندينج اكثر. ليش يصير بها بيندينج اكثر؟ هذا الكلام احنا بدنا ناخذه باي سنس، ولكن رياضيا يصير بها بيندينج اكثر، لانه بهاي الحاله لما يكون عندي سمبلي سبورتد بيم معرض الى يونيفورملي ديستريبيوتد لود، نعرف بانه الماكسيمم مومنت هو دبليو ال تربيع على 8. وبالتالي فإن العزم هنا الماكسيمم مومنت إذا تلاحظون من خلال هاي المعادلة يتناسب طردياً ويا مربع الطول، يعني بما معناته أنه أني إذا زيدت السبان دبل ضاعفته، إذا بمكان ما أستخدم L استخدمت الفضاء 2L مثل المثال اللي ذكرته قبل شوية أنه 30 سنتيم و 60 سنتيم، يعني بمكان L استخدمت 2L، إيش راح يطلع عندي هنا؟ W في 2L تربيع على 8، وما معناه أنه W في 4L تربيع، يعني تقريباً عرفوا L تفاوفوا. بالتالي أنه أنا إيش صار عندي؟ صار عندي أنه المومنت ازداد 4 مرات 4 أضعاف. إذا زيدت الحمل 4 أضعاف المومنت راح يزداد 16 ضعف، اوكي، لانه يتناسب طرديا ويضعف الفضاء. وبالتالي لما يزداد عندي المومنت يضاعف عندي المومنت، من اضاعف الطول اني ضعف ويضاعف المومنت عندي 4 أضعاف، بهاي الحاله راح ازداد اضطر الى تصميم منشا يتحمل مومنت اكثر، يتحمل مومنت بقيمه 4 أضعاف، في حين انه هو مجرد اني غيرت بس الطول. فهذا اقدر اقول انه السبب الأول الأساسي
لهاي العملية. السبب الآخر طبعاً يعني وإن كان إنشائي أكثر من كونه عام، واللي هو الديفلكشن اللي يصير. الديفلكشن مثل ما ذكرنا هسه أنه المومنت يتناسب طردياً ويا مربع الطول، الديفلكشن يتناسب طردياً ويا الطول مرفوع إلى أس 4 to power 4. يعني بما معناه أنه أنت إذا زيدت الطول ضعف 2، بهاي الحالة المومنت راح يزداد 4 أضعاف، والديفلكشن يزداد 16 ضعف، وبالتالي راح تصير المسألة أعقد. فهذا تقريبا البيسك برينسيبل أنه ليش اللونج سبان أعقد بالعمل أو أخطر، ونحتاج إلى سيستم خاص، إنه إحنا نحتاج إلى سيستم ممكن يتعرض إلى مومنت عالي وممكن يتحمل بدون أن يصير بديفلكشن عالي. فبناء على هذا الكلام راح يصير تركيزنا بهذا الجزء إنه نتكلم عن الريينفورسد كونكريت ستراكشرز أو ستراكشرال سيستمز. طبعا يعني بصورة أولية الشيء الأساسي أو السيستم الأساسي الأول اللي هو نسميه سوليد سلاب سيستم، اللي هو هذا أبسط نظام موجود عندنا بالرينفورست كونكريت، واللي هو أيضا القالب ما تكون أسهل ما يمكن، هو هاي النقطة الإيجابية الرئيسية به، ويكون سمك السقف أيضا كونستانت، وهو أيضا ملائم للشورت سبان فقط. النوب نبدي بعد أن نطلع من مرحلة السوليد اللي هو قلنا كونستانت ديف، يبدي عندي الربد سلاب سيستم. طبعا الربد سلاب سيستم بأكثر من نوع وبأكثر من تفصيل. من ضمنها النوع الأول اللي هو بيم اند سلاب سيستم، اللي هو يعتبر من أنواع الربد سلاب، واللي أمامكم الصورة اللي تشوفوها أنه هذا، بحيث أنه المقصود من أقول بيم أند سلاب سيستم أن يكون البيم جزء مع السلاب مصبوب نفس الآن مثل ما تلاحظون أمامكم هنا، أنه هذا البيم وهذا السلاب. طبعا هذا يشتغل شوي أكثر من السوليد سلاب سيستم. With longer spans the dead weight of the solid slab becomes excessive and ribbed slab are preferable. راح يصير عندي مفضل هنا. هنا طبعا one way beam systems with transverse one way slab can be used to span relatively long distance. إذا كنا نتكلم عن إذا صار عندي مسافة أكثر أو طويلة، ممكن أنه أذهب باتجاه ال one way. وعادة هذا بما أنه راح يشتغل عندي long span، فراح يصير deep relatively deep أو عميق. هنا طبعا beam spacing is usually determined by what's most reasonable for the transverse slab. البيم depth هنا راح نستخدمه باعتمادا على او المسافة او ايش قد المسافة اللي راح تتركها انت بين رب ورب، هاي بين بيم وبيم، على ضوء هاي المسافة راح تحدد ايش قد ملائم عندك للسلاب وايش قد الديبث مال البيم كإنشائي. النوع الآخر اللي هو من ضمن الربد سلاب سيستم ايضا، اللي هو نسميه 1-1 بان جويست سيستم، او اللي نسميه الجويست سيستم الاعصاب، اللي هو بهاي الحالة يكون عندي نفس مبدأ السابق، ولكن بطريقة التنفيذ construction مثلا تختلف، انه هنا consists of ribbed slab constructed by pouring concrete around special forms made of steel or fiber glass. هنا بهاي الحالة الكونكريت يعني استخدمه انه يعني حتى اغطي هاي الربس بقالب خاص للكونكريت وربس. طبعا ايضا transverse beams of any depth can easily be cast in place at the ends of span so the system can be adapt to a variety of column grids. هنا بهاي الحالة أيضا لأنه الكولوم اللي راح يتعرض إلى السيستم
العفو اللي راح يحمل الستركتشرال لود ممكن انه يتغير مكانه حسب الربس او حسب موقع الربس مثل ما تلاحظون هنا. يعني ما اكتفينا بانه يكون عندي كولوم بهاي النهايه وكولوم بهاي النهايه، ايضا ممكن ان تضع كولوم بالمنتصف حتى تقلل زيد السبورت وتقلل يعني الديبث المطلوب للسيستم. ربد سلاب is more suitable for longer spans than a solid slab. هنا يكون ملائم اكثر للونج سبان من السوليد سلاب. وهنا اذا طبعا اذا صرنا نذهب للبوست تنشن ف very long span can be obtained. اذا صرنا نتكلم عن البوست تنشن. The band joist system is too complex and uneconomical for short span. هذا السيستم خاص تقريبا للونج سبان سيستم، وللشورت سبان سيستم اذا هو مو اقتصادي لانه يعني مثل ما تعرفون بتعقيد بقضيه الفورم ورك القالب العفو. زين النوع الاخر اللي احنا تكلمنا عنه بالبدايه الشائع والمستخدم جدا اللي هو فلات بليت، واللي هو تكلمنا عنه كثير ومعظم الخصائص الاساسيه غطيناها. الفلات بليت سيستم اللي هو تو واي كونستانت ديبث، ودائما نركز على قضيه كونستانت ديبث انه العمق مالته يعني ما متغير على المساحه. هذا يكون appropriate for use with light floor and roof loads and relatively short spans مثل ما ذكرنا سابقا. انه طبعا wide application in housing construction، تطبيق اكثر شيء بالابنيه والبيوت الخاصه بالاسكان. Spans are however limited in comparison with ribbed or beams system. طبعا وبسبب انه ما ذكر انه هذا flat plate يشتغل معظم الاحيان 5 الى 6 متر. Lower floor to ceiling heights are more feasible with flat plate construction than with any other system. النقطة الأساسية، نقطتين أساسيتين إيجابيات تخلينا نروح باتجاه الفلات بليت. الإيجابية الأساسية اللي هي سهولة القالب والتنفيذ، بحيث أنه القالب ممكن عمله بسرعة فيختصر لي مدة التنفيذ. والنقطة الثانية أنه إذا تلاحظون هنا راح ينطيني clear distance، يعني ما عندي خسارة من الارتفاع، راح أحصل space كامل ما بين الطوابق، وبالتالي أنا أقدر أقلل ارتفاع الطابق لأن ما عندي فضاءات أو ارتفاعات ضائع. The governing design factor for flat plate is often the punch through shear in the plate at the columns. النقطة الأساسية المهمة أو السلبية اللي نخاف من عندها هنا أنه هاي المنطقة، منطقة الالتقاء ما بين البليت أو الفلات بليت والكولوم، ممكن يصير بها فشل اللي هو نسميه البانشينج شير، اللي هي عبارة عن كأنما العمود يثقب السقف وبالتالي يصير عندي فشل. فلذلك هنا نقطتين أساسيتين، أنه هاي المنطقة تحتاج إلى تفصيل خاص بالتسليح، وأيضا تحتاج إلى أنه ما نضع ما نخلي العمود بالأطراف. إذا تلاحظون هنا دائما نخلي، وهي هاي النقطة الأخيرة، أنه العمود نكون نزحفه من الأطراف بمقدار لا يقل عن الكود يقول D2 إلى D، ولكن إحنا بصورة عامة نستخدم D على الأقل أبعده عن الحافة D، وبعض الأحيان بالعمل دا ممكن بعده 2D حتى نكون بالسيف سايد، حتى أنه أخلص من مسألة خطورة البنشين. طبعا هذا راح يولد عندك كانت ليفر هنا، يعني إذا عندك هنا هاي حدود البناية أنت ما راح تقدر تخلي عمود على حدود البناية، لازم ترجع العمود، وبهاي الحالة لازم التصميم الإنشائي يتحمل بهاي الطريقة، العفو التصميم المعماري. بما أنه الفلات بليت سيستم ناجح وسيستم عملي، ولكن مشكلة البانشينج اللي ذكرتها فوجدوا حل لها، أنه إحنا أوجدنا حل لهذه المشكلة، أنه نستخدم شيء نسميه الدروب بانل. هذا الدروب بانل اللي هي عبارة عن بانل أو يعني فد منطقة داير ما داير العمود بأبعاد محددة، نزيد سمك السقف بها بحيث أنه نخلص من مشكلة البانشينج. وأيضا طبعا مثل ما تعرفون إحنا بالحالة الأولى إذا ما نريد نستخدم دروب بانل، بهاي الحالة لازم
حتى نتجاوز مشكله البنشنج لازم نزيد السمك مال الفلات بليت. واحده من الحلول انه انا ليش ازيد السمك للفلات بليت كله؟ انه انا استخدم فلات بليت بسمك معقول وبالمقابل ازيد سمك فقط هاي المنطقه اللي اسميها الدروب بانل. هذا واحده من الحلول من المقترحات. المقترح الاخر انه نوسع راس العمود وهذا بهاي الطريقه واللي نسميه كولوم كابيتال. وايضا ممكن انه ندمج بين الحالتين بحيث استخدم كولوم كابيتال ودروب بانل. هذين الاشياء يعتمد على الفضاء انه انت تستخدم هاي الطريقه هاي الطريقه، يعني تستخدم بس دروب بانل، تستخدم كولوم كابيتال فقط، تستخدم اثنينهن. هاي تعتمد على الفضاء، تعتمد على الحمل. طبعا هنا أنا راح يصير عندي يتحمل هيفي لود، يتحمل فضاءات اكبر. ولذلك اذا تلاحظون راح تشوفون مثلا الابنيه اللي يعني تشتغل على الهيفي لود نوعا ما، مثل المخازن، مثل يعني قصدي المخازن اللي بيها، ومو مخازن قرطاسيه، مثل المخازن الستور وير، يعني شغلات المعدات الثقيله، خلي اقول الجراجات، مالتي ستوري جراج، جراجات مثل عدد الطوابق دائما تلقوها تشتغل بهاي الطريقه بالدروب بانل والكولوم كابيتال، لانه تصير عندي اشتغل على البيرنج مال الكولوم عالي، وبالتالي الاكسيال كاباسيتي والبانشنج شيل يكون سيف. بعد هذا يعني انه الدروب بانل والكولوم كابيتال، عندنا سيستم اخر اللي هو نسميه ايضا التو واي بيم اند سلاب سيستم. وهذا السيستم ايضا اعتقد معظمكم شايفيه بالابنيه، واللي هو الدارج عندنا ايضا جدا، وللاسف هو ليس اقتصادي جدا. وهاي الانظمه اللي استعرضناها الاخرى هي ايضا يعني انظمه انجح من عنده، ولكن هذا ماشي لانه العمالة اللي عندنا تتقن هذا النوع من السيستم. انه هذا reinforced concrete plate with beams، والبيمز طبعا تكون مصبوبة بآن واحد مع السلاب، وبالتالي هاي طبعا هم تنطيني flexural rigidity عالية. هنا أنا the system is good for medium spans and high loading conditions، ولذلك أنا أقول هو ما نحتاجه، لأنه هذا يعني يتحمل إلى medium spans، فضاءات يعني ممكن مثلا تصل إلى 7 و8 متر ممكن نشتغل بهذا النظام، وايضا احمال عاليه، في حين انه احنا في بعض الاحيان حتى بالفضاءات 3 و4 متر يستخدموه، هذا شيء مو اقتصادي. هنا ايضا يشتغل انه اذا كان عندنا concentrated load، حمل مركز، ممكن انه حتى اذا كان high او large concentrated load ممكن انه يشتغل بالبيم سلاب سيستم، عن طريق انه نخليه على البيم، نحاول اقرب ما يكون الى البيم حتى نجنب السلاب اكثر ما يمكن. System has broad application as is generally limited by the depth available in the ceiling space for the beam stem. هنا again النقطة، الفرق الأساسي عن الفلات بليت، إذا تلاحظون وجود هذا البيم اللي هو نازل من السلاب، وبالتالي راح يحدد لي الفضاء ويخليني أخسر جزء من الفضاء. This system considered as heavy duty system. طبعاً أكثر يعني عمر، وأيضاً يتحمل أكثر، وأيضاً بالمقاومة مالته سواء كانت للvertical load، الأحمال الاعتيادية هاي dead load واللايف load، أو للhorizontal load اللي هي الwind load والearthquake، تكون أعلى من بقية الأنظمة. الوفل سلاب سيستم، وايضا تكلمنا يعني كثير عن هذا النظام قبل شويه، ولكن بالتفصيل هنا صفات يعني الكاركترستكس الاساسيه مذكوره، انه احنا لما بالوفل سلاب سيستم هو تو واي كونستانت ديبث رينفورست كونكريت سيستم هافينج ريبس ان تو دايركشن. هو نفس فكره الربط، شلون قبل شويه تكلمنا عن الربط، ولكن الفرق هنا تو واي ربط سلاب سيستم ايضا يسموه، او ممكن نسميه الوفل سلاب سيستم، لانه طبعا جاي شكله انه يشبه الوفل اللي راح يصير، وبالتالي هنا نسميه الوفل سلاب سيستم. طبعا هذه الفويدز ممكن انه تكون فراغات، ممكن انه دومز تنترس بلاستيك وبعدين يطلع وتصير فراغات، او يعني ممكن هوايه
التكنيكس انه تتعامل بيها يعني ضمن الكونستراكشن. النقطه الاساسيه اللي بي انه هاي الوافل سلاب سيستم بالتو واي دائما المنطقه اللي داير ما داير العمود وحسب التصميم الانشائي يجب ان تكون خاليه من الربس، يعني سوليد تصير بهاي الحاله حتى نخلص من مشكله البنشنج. يعني لان الاساسيات الصفات الاساسيه هذا يشتغل لفضاءات اعلى، ممكن انه يشتغل لفضاءات تصل الى حتى 11 الى 12 متر في بعض الاحيان. انه بنبدي من وصلنا للوافل سلاب سيستم تقريبا اقدر اقول انه هذا اخر سيستم عندنا نقدر نشتغل به الحد الانترميديت سبان سيستم. اذا صرنا اكثر نوب نبدي ندخل على اللونج سبان سيستم، واحده من عندهن من التكنيكس الموجوده اللي هو الكيرفد شيبس او النوب. نبدي نشتغل هنا الشغل اللي قلنا به نسميه الشيب ستراكشرز اللي الشكل الانشائي يدخل بهويه المنشئ، مثل ما تلاحظون هنا امامكم هاي القاعه الرياضيه في روما في ايطاليا واللي هي مشهوره اعتقد عند المعماريين واللي يستخدم بها الطريقه بنقل الاحمال. طبعا صارت يعني تحليل انشائي كلش مقرب اللي هو هاي الاجزاء اللي صارت هنا على شكل حرف واي ومرتبطه داير ما دايرها ببيم عملاق مدفون تحت الارض، هنا ضخم جدا مدفون تحت الارض يربط هذه الـ يعني البيرز او الدعامات هاي الموجوده امامكم. فبالتالي هنا من ايجابيات الريفورس كونكريت انه اي سنجل او دبل كيرفد شيب مثل سلندر او دوم كان بي ميد فروم ريفورس كونكريت، تقدر تسوي اي شكل تريده سواء كان يعني منتظم يعني سنجل كيرف شيب او دبل كيرف شيب تقدر تسوي بالريفورس كونكريت. Reinforcing typically consists of mesh of light steel rods throughout the shell with special additional steel used in localized area of high internal forces. التسليح دائما اللي يكون للشيل، طبعا تعرفون انه يعني الشيل احنا بالانشاءات يعتبر من اعقد المنشآت اللي نتعامل معها هي منشأة الشيل، لانه يحتاج الى تحليل بثلاث اتجاهات 3-dimensional analysis لازم نسوي له بخلاف بقية المنشآت اللي هي 2-dimensional analysis نشتغلها. وبالتالي انه التحليل مالته يكون كلش معقد، ولكن التسليح مالته عادة يكون لايت لانه المش مالته يشتغل بكل الاتجاهات. ايضا بعض الاحيان ممكن انه نستخدم post tension بعد الصب. البوست تنشن اللي عنده فكرة عنه جيد واللي ما عنده فكرة هو عبارة عن انه شون عندي سيجمنت متتالي او قطع متتالية اصبها واكملها وبعدين يجي اكو مثل السلك المعدني يربط بين هاي القطع ونسحبها باجهزة كأنما نشدها الى بعضها فتكون قطعة واحدة. النوب ايضا واحدة من الاوبشنز اللي موجودة عندنا للونج سبان سيستم او الـ يعني الكونكريت ستراكشر بصورة عامة اللي هي البريكاست كونكريت اليمنت. وهنا طبعا البريكاست لانه يشتغل بالمعمل وينقل الى الموقع بايجابيات وبسلبيات. طبعا الايجابيات اللي بي انه عندي يعني كواليتي كنترول عالية بالكواليتي بالتصنيع، وبالتالي اقدر احصل يعني كاباسيتي او تحمل عالي امشي الى فضاء اعلى. ولكن السلبيات اللي هي الترانسبورتيشن نقل من المكان الى مكان اخر بما انه يتطلب قوالب خاصه لكل منبر، فبالتالي احتاج الى ماس برودكت، يعني ما ممكن اني عندي مثلا يعني على سبيل المثال بنايه واحده واني اسوي لها بريكاست منبر معمل واحد يصنع لها وخلص يعني عزلت، وهذا الشيء مو عملي ولا اقتصادي. ايضا انه بما انه تكون هاي البريكاست معظم الاحيان سمبلي سبورتد فتحتاج الى كونكشن خاص لنقل هاي الاحمال، يعني بها تفاصيل ثانيه وانواع اخرى ايضا ممكن انه نستعرضها هسه بالسلايدات اللي جايه. طبعا واحده من اهم تطبيقات البريكاست سيستم اللي هي نسميها البريكاست بلانكس اللي هي تصير عبارة عن قطع مجوفة مثل ما تشوفون أمامكم، هنا تتركب واحدة بجوار الأخرى
وبالتالي يطلع عندي السيستم او structural system نسميه البريكاست بلانكس. طبعا هاي القطع مرات تكون سوليد وممكن تكون هولو، هنا نسميها الهولو كور. وطبعا لسهولة التنفيذ حتى اذا اريد نمشي الى فضاءات ممكن نقسم كل فضاء الى اكثر من منطقة، وكل منطقة نستخدم بها بريكاست بلانكس. ايضا عندنا من الخيارات او الاوبشنز اللي موجوده لللونج سبان او الانترميديت واللونج سبان بصوره عامه، اللي هي channels and double t's. t's بمعنى اللي هاي تصير على شكل حرف t، فبالتالي انه هاي channel وهاي الدبل t's. وايضا عندنا tongue and groove، هذا الشكل موجود ممكن انه يمشي بهاي الطريقه، اللي هي عباره عن انه نسقف بهاي الطريقه channel بصف channel، وبعدين نجي نفرش طبقة من الكونكريت نصبها بالموقع حتى تنطيني اتجاه واحد. وممكن ايضا يعني نستخدم طريقة ثانية، يعني هواية اكو تكنيك بالتنفيذ بها. هذه ايضا نفس العملية ممكن يقسم الفضاء الى اكثر من بي بحيث انه نستخدم فضاء عالي. يعني تقريبا اكثر شيء مشهور عندنا بالفضاءات العاليه اللي هو السنجل تي او تي ستراكشر، هنا يشتغل اللارج، وطبعا هذا اغلب الاحيان يصير بري كاست وبري ستريس بحيث انه يشتغل الى فضاءات عاليه. طبعا البري ستريس يعني احنا عندنا هنا موجود يعني ما يتجاوز اعتقد ال 28 متر، ولكن صبوا في مكانات في منشآت اخرى ما يقارب حاليا الأربعين، بالعالم وصل حتى 60 متر من عنده فضاءات. فيشتغل لأنه بري كاست وبري ستريس، وهاي وجود البري ستريس ينطيني يعني تحمل عالي وينطيني ديفلكشن أقل. فلذلك أنه هذا ناجح فقط لللونج سبان وما نستخدمه للشورت سبان، لأنه يعني مو اقتصادي، وبالتالي ما يعتبر أنه مو أوبشن جيد للشورت سبان. فبالتالي انه هذا لانه هو يعني بري ستريس فيكون suitable for heavy occupancy and roof loads. They are for example often used in parking، نستخدمه بالباركينج جراج. ايضا نستخدمه other buildings having large spans and heavier than usual loads، فيكون بالابنية اللي بها فضاءات عالية واحمال عالية ايضا. شكرا جزيلا، اتمنى انه تكون استفدتوا، واتمنى لكم كل التوفيق وتحياتي. شكرا جزيلا لحسن الاصغاء.